خليني أرحب جدا قوي خالص وبشدة بالمتألقة دائما صابرين، منورة. ربنا يخليك. ايه التقديمه الفظيعه دي والمقدمه الجامده دي جدا يا يوسف، ميرسي قوي. كل والله سنه بجد وانت اقل حق. طيب. بصي صوتك ممتلئ بالبهجه والابتسام، ازاي يعني طول الوقت حاله بهجه. رمضان كريم عليك الله وعلى كل اكرم عليك يا مشاهدينك رب. وعلى كل البرنامج وعلى كل كرو العمل، ويا رب كده مبدع ومتألق دايما يا يوسف يا رب بجد يخليكي يعني. يا رب، تعيشي وتسلمي. انا عندي سؤال، ربنا عشان كنت لسه عمال بتجادل مع عطيه، قلت له يا سيدي وهي صغيره قالت واطير وارفرف وافرفر في الفضا، قال لي لا ايوه ارفرف، قلت له قالت افرفر والله، مش كده صح؟ افرفر. قلت افرفر في الفضا، كنت صغيره، ده طبيعي جدا يعني. وطلعت تلقائيه كده وبقت فيه يعني الناس كلها بتقعد تضحك عليه، بس والنبي عشان بتكسف قوي من الفيديو ده، لان بحس ان انا فيه كده ليه يعني. يعني؟ ما كلنا كنا كده يعني، كلنا كنا بنلخبط في الكلام عادي يعني، ما يجراش حاجه. قبل ما هروح على مسار اجباري، اللي انا عارف انك مش هتفتشي لي السر يعني زي ما بيتقال، ده انا متاكد منه، وانا لا اريد ان احنا نفتش السر عشان الناس تفضل تتابع المسلسل. اطر علينا الله يخليك يعني، عشان خاطر الدنيا تبقى لذيذه. بس سؤال، الشخصيه اللي طالعه طيبه ولا قويه؟ بس هي قوية بتتكسر. طيب، ده دور صعب جدا، دور صعب. كنت لسه بتكلم على الماء والخضره والوجه الحسن، قلت ما طبعا. ينفعش، كنا نتصور ان صابرين تطلع شريره كده، بس طلعت شريره، ساعات وشريره تطلع بطريقه شريرة. يعني، بطريقة بطريقه وطريقه ما تخلكش تعرف تكره الشخص اصل خالص. الشغل مع كمان الاستاذ يسر نصر الله حاجه عبقري ممتعه بشكل غير عادي بصراحه عبقري، يعني. كل الزملاء اللي كانوا موجودين في العمل يعني، منى وليلى وباسم صحيح وفراج، وكله كانوا جمال يعني. جدا 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 قوي خالص. طيب ايه اللي يخلي الشخصية القوية تتكسر؟ الزمن يا مش هديك ساتر على الاجابه يا يوسف اللي بتجري عليها، الزمن. طب هقول لك على حاجة ينفع تديني عليها أجوبة. احنا من اوكي. زمان، من زمان، او انا من الناس التي تفتقد صابرين لما تمثل وتغني. ليه؟ انا كمان افتقدتها على فكره، طب وليه ما نعملش كده؟ لاني مش بتعمل كده دلوقتي كتير للاسف. للاسف. ويمكن اللي خلاني ابقى فرحانه قوي بالعمل مع الشباب زي احمد داش وعصام عمر لما هنتفرج لهم في مسار اجباري، اني انا عندي روح يعني اللعب، الطفوله ايوه يعني، بحب العب بجد صح يعني. انا المهنه بالنسبه لي بحب العبها مش امثلها حلو. يعني بجد يعني، احب انزل استمتع، انزل اعمل شخصيه زي ما عملت شخصيات بعيده تماما عني صح يعني، زي زينب الغزالي مثلا، زي ايوه افراح القبه مثلا، حليمه، زي الحاجات دي بعيده تماما عني، بحب انزل اعملها. لكن بالنسبه للغنى وكده، هات لي اخويا نص حلو وفي غنى وفي حاجات كده، وانا بكره الصبح تلاقيني فيه على طول. ايوه، اصل كل البهجه الواضح، شوفي شوفي صوتك مبتهج بيضحك طول الوقت يعني. انا هقول لك على حاجه، وانا عايز الناس، وانا عارف ان انت كمان عايزه كده، ما تحطش مقارنات. الست هدى سلطان الله يرحمها يا رب، حبيبتي وهي الله بتمثل يرحمها وتغني طبعا لنا توت توت مع العظيم استاذ عبد المنعم مدبولي، طبعا طبعا فيعني الله ينفع يرحمها. دايما النصوص حتى برافو في عليك منتهى الدراما تنفع. والله والله تنفع جدا. ودايما بقى اطالب بكده واقول احنا مش كتير يا جماعه يعني، احنا النماذج بتاعتنا صح مش كتير، فحاولوا تعملوا كده، تدمجوا بس فين وفين يعني، مين يسمع مين يعمل. الموضوع بيبقى زي ما يكون رمضان كيف فجاه، انت عارف انت الموضوع ده اللي ايوه هو رمضان جه فجاه يلا بسرعه. وبيني وبينك برضو ما بنلحقش ان انت السيزون ده عامل ازاي، احنا محتاجين ايه. ممكن بس هقولك على حاجه، اوعدك ان اوف سيزون ممكن اعمل حاجه يا كده ريت والله يا ريت. والله يعني. انا نفسي اعمل بجد ده قوي يعني، لانه بجد حاجه جميله قوي يعني. مثلا لو تفتكر لما عملت فرفشه صح بتاع كاك كاك انا الفرخه واحنا الكتاكيت ايوه وكده، طبعا قد ايه ده. انا بحب العب مع الاطفال قوي في المنطقه دي، والمنطقه دي مفتقدينها قوي، والمنطقه دي الاطفال مقموصين مننا قوي. فحقيقي انا بقى ناشد ان لازم نعمل حاجات فيها اولا بهجه وسعاده، واطفال بتلعب وبتغني وبترقص، لان هم دول ما ذنبهمش حاجه يعني. احنا دلوقتي بقينا في زمن سريع جدا، تكنولوجي وحاجات كتير قوي، لكن في الاخر خالص المشاعر التربويه الحلوه اللي احنا اتربينا عليها
لازم برضو تبقى متواجده. يعني عارفه ايه، انا بفكر معاكي بصوت عالي صدقيني، انه انت من النجمات اللي بيقدروا يقفوا قدام كاميرا السينما وكاميرا الفيديو بتاعت التلفزيون وعلى خشبه المسرح. الحمد لله ما شاء الله يعني. وانا شايف ان احنا بدانا نتحرك ناحيه المسرح اللي فيه مزيكا والميوزيكلز طبعا، فبدانا نرجع تاني. فعايز اشوفك على المسرح، وعايز اشوفك في السينما طبعا، وعايز اشوفك صابرين اللي بتغني واللي بتتكلم واللي بتمثل واللي بتبكي احيانا وتفرح احيانا وتشر احيانا وهكذا. اقول لك على حاجه يوسف دلوقتي، قولي لي. اقول لك على حاجه دلوقتي، ارجوك. فتحت نفسي. طب كويس والله، يبقى انا عملت حاجه عدله. كويس. انت طول عمرك بتعمل حاجات. الله يخليكي. الله يخليكي. الله يخليكي. كل سنه وانت طيبه. كل سنه ورمضان وانت كريم. ودعواتك لينا بقى ان شاء الله مسار اجباري يكسر الدنيا. والله هيكسر الدنيا. احمد داش وعصام عمر حاجه مصر ولاده. شبان يجننوا. يجننوا. ونادين خان وباكوره اعمال المتحده وحاجه كده. يعني انا مبسوطه. أنا مبسوطة يعني، مبسوطة إن شاء الله الناس تنبسط يا رب. وكلنا يعني متأكدين بإنه فعلا هيطلع مسلسل حلو جدا 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 ومختلف جدا كمان. وكفاية وجودك زي ما بيتقال. يهمني رأيك بعد العمل. يا سلام، هو أنا طول لا هتبقى شهادتي مجروحة، هتبقى شهادتي مجروحة. لكن التأكيد 100% إنه أكيد المسلسل ده هينجح، وكفاية وجودك فيه. فعلا يعني بجد والله. كل سنه طيبه ورمضان كريم عليكي وعلى كل اللي حواليك يا رب. الله اكرم. على مصر نورتينا وشرفتينا واسعدتيني الى ابعد الحدود. اشكرك جدا 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 النجمه المتالقه دائما صبري.